فيها واو التلاميذ؟ لا. يبقى ازاي بقى؟ يبقى ها؟ جمع ايه؟ جمع طب جمع التكسير ارفع بايه؟ بالضمه. خلاص؟ تلميذ مفرد اتجمعت على ايه؟ تلاميذ. بتتجمع ايه؟ تكسير. طب جمع التكسير برفع بايه؟ بالضمه. الله. التلاميذ بس الخبر هنا بيجي نوع تاني اسمه ايه؟ جمع ايه؟ اللي عرفني ان هو عشان تعالى روح للعيله. العيله ها؟ ماشي يا ست، اهلا وسهلا. اسمك ايه قلتي؟ رنا. دكتور انا لما اجي اسال رنا واخده بالك عيلتكم ايه؟ تقول لي عيلتنا كذا 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 كذا. زي الجمع بالظبط. اخره واو ونون. خلي بالكم لما بتكلم على واو ونون اهو. اخره واو ونون. واو ونون. يبقى ده هيكون جمع ايه؟ جمع لما اجي اعرفه يبقى هنقول هنا ده مبتدا. مبتدا مرفوع وعلامه لانه لم تكسب. تمام. طب وهنا خبر مرفوع وعلامه رفعه لانه جمع مذكر ثاني. طب ينفع اقول ان علامة الرفع الواو والنون؟ لا 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 لا. طب ليه؟ يطلع عليها العلامة ايه؟ الإعرابية على آخر على كلمة أنه مفرد. طيب السماء هنا كانت ايه؟ صافية. صافية هيبقى ايه؟ خبر. خبر ماله؟ بتضم ايه؟ الظاهرة على ايه؟ لأنها ممتاز. طيب هسأل سؤال وحد يجاوبني عليه. أنا شلت كلمة صافية دقيقة واعتبرتها مش موجودة وقلت السماء، حد فيهم حاجة؟ ها؟ حد فيهم حاجة؟ سؤال لما قلت السماء صافية. بسم الله.